كمال خلني خلني احكي راسي فيها كمال كمال سؤال فقط يعني بخصوص الجماهير المصريه، هل ربما وقفت بجانب الجماهير الجزائريه في مواجهه اليوم؟ طبعا جماهير المصريه وقفت مع الجماهير الجزائريه، شجعت سندت اثرت المنتخب الوطني، وكان ربما القله القليله او القله التي طبعا ربما سندت المنتخب النيجيري وكانت جالسه نقطة المنتخب النيجيري، لكن هذه امور تحدث، احنا لا يهمنا من يشجعنا ويناصرنا، احنا ما يهمنا كمال اننا بكلمه الحق التي يجب ان تقال اننا وجدنا عفوات استقبال كبيره سواء هنا السلطات الامنيه المحليه وحتى الجمعيه المصريه التي نلتقي معها طبعا في الشوارع عندما تعرف انك جزائري. منذ اول مباراه اكدوا بان هذا المنتخب هو احسن منتخب، يعني كلمه حق يجب ان تقال عن حفاوه الاستقبال التي وجدناها عند الاخوه المصريين، يعني حفاوه استقبال جد كبيره.